وسطنا ابطال خارقين مش بيطيروا ولا في علامات بتميزهم، بس لو قربنا منهم هنعرف البطل هو اللي بيواجه عديد الجرس. تقدر تشوف في عينيه التحدي. البطل بيحارب كل يوم وما عنده سلاح غير الأنف. بيبتسم رغم ألمه. حواليه ناس مؤمنة بيه. أبطال كتير بيحاربوا مرض الصراحة بكل قوة وشجاعة وإيمان بالله إنه قادر ينصره. وعلشان نبني مستشفى 500 في الشيخ خالد، أكبر مستشفى في العالم لعلاج السرطان، اتبرع على حساب 500 في جميع البنوك المصرية. مستشفى 500 بنبني أكبر أمل لكل المصريين.